وفي الخبرية الرياضي، تم إيقاف النجم البولندي لبرشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن أظهر ما وصف بعدم احترام للحكم. ستدخل العقوبة حيز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022، وطرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراويين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر الجاري، حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتبر بأنه إساءة للحكم خيسوس جيل مان زانو.